قنبلة موقوتة هنا في مرفأ رأس عيسى في مياه البحر الأحمر، ناقلة النفط صافر التي يصل عمرها إلى نصف قرن على وشك الانفجار، فقد دخلت المياه إلى غرفة محركاتها. نحو 1,200,000 برميل من النفط الخام محملة على هذه الناقلة منذ 5 أعوام بسبب عطل أصابها. العد التنازلي قد بدأ لأخطر كوارث البحر العائمة بحسب الخبراء. سيعيق رشو السفن كون بقع الزيت ستنتشر وستعطل كافة الموانع على الواقعة على امتداد شريط البحر الأحمر. أيضا هناك تأثيرات بيئية أخرى، هناك أكثر من 1.5 مليون طائر معرض للخطر أثناء عبور السنوي في منطقة البحر الأحمر. كون منطقة مضيق باب المندب هي ثاني أهم ممر عالمي للطيور في العالم، أيضا ستتعرض الشعاب المرجانية لخطر التدمير الكلي. دول التحالف المدعومة أمريكيا هي من يتعمد إعاقة صيانة هذه الناقلة حسب الحوثيين، الذين حملوا أيضا المجتمع الدولي المسؤولية عما قد ينجم من كارثة. نناشد وإلى هذه اللحظة الأخيرة المكتب الأممي بصنعاء للإثراء بدورها الإنساني، وأيضا تحرير دون السماح للفرق الفنية بإجراء العديد من الفحوصات للسفينة، لأنها أصبحت السفينة على وشك الانهيار. جماعة الحوثي تراجعت عن إعلانها السماح لفريق أممي بإصلاح خزان صافر، هذا ما أكدته حكومة الرئيس هادي، وقالت إن الحوثيين مستمرون في وضع المزيد من الشروط التعجيزية. قبل فوات الأوان يأمر اليمنيون في إيجاد حل سريع لمشكلة ناقلة النفط صافر، بدلا من تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة، على ذلك يساعد في التخفيف من معاناتهم. أكثر من 100,000 صياد يمني سينقطع دخلهم في حال انفجر خزان صافر النفطي، ما يستدعي سرعة التحرك لتلافي تداعيات هذا الانفجار. نبيل اليوسفي، العربي،